هناك بعض طلبة العلم ألف كتابا وقال فيه: إن الامتحان بالأشخاص بدعة محدثة في هذا العصر، فهل هذا صحيح؟ حيث إننا نقرأ في بعض كلام السلف: إذا رأيتم الكوفي أو البغدادي يتكلم في أحمد فاعلم أنه صاحب بدعة أو هوى. إيش جاب هذا الامتحان؟ الامتحان قصده الامتحان في الدروس والاختبار أنه بدعة، أو يقصد أن الامتحان بالأشخاص يسألك عن شخص فإذا أجبته حكم عليك أنك سني أو أنك بدعي؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز إلا إذا عرف عن المبتدعة أنهم يعادون أهل السنة أو يعادون إماماً من أئمة أهل السنة، فإن عداوتهم له دليل على ابتداعهم وانحرافهم، كالإمام أحمد رحمه الله. نعم. أما أنك تستعرض الناس وتسألهم عن فلان، هذا لا أصل له ولا ينبغي. نعم.